لأول مرة في مجمع سوناتراك أننا نشهد هندسة هذه المعدات هنا في الجزائر من خلال خلية في لوان جي سي بي تقوم بالهندسة المعدنية لهذه المعدات وإنشائها وتجهيزها لمشاريع سوناتراك اللي كنا في الماضي نجيبوها بالعملة الصعبة من الخارج. فهذه العملية عندها قيمة إضافية كبيرة وتشجع كذلك التصنيع في الجزائر للمعدات الدقيقة وكذلك المهمة في المشاريع سوناتراك. وللمرة الأولى يتم إمضاء عقود بين مجمع سوناتراك وإحدى فروعها المتمثلة بجي سي بي من أجل إنجاز ما يلي: المشروع الأول النموذجي وهو هدفه الوحيد مبني على إنجاز منشأة تعتبر كعينة لإنتاج المبكر EPF ويعني Early Production Facilities، وهذا المشروع يسمح ولا شك باستغلاله لإنتاج البترول الخام بناحية TFT على طوال سنتين على التوالي. والمشروع الثاني يتمثل في إنجاز 38 محطة مزودة بآلة لمسح الأنابيب لاستغلاله في كل المشاريع السطحية للمحروقات وعمليات صيانة لأنابيب نقل المحروقات.